بسم الله، السلام عليكم. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. اليوم جبت لكم حاجه تقليديه وحلوه وبنينه واللي يحبوها الكبير والصغير. اليوم جبت لكم البغرير، مع ذكرنا في وقت البغرير، هذا الشهر تاع البغرير، هذا وقت البغرير. وجبت لكم بمقادير مضبوطه، راح نطيب لكم على الرخامه ماشي على الطاجين. جبت لكم بمقادير مضبوطه خصوصي المبتدئات اللي ما طيبتش كامل البغرير، راح طيب البغرير بلا ما تخاف منه وراح ينجح لها من اول مره. دوك هنا عندنا البطة هذه تاع الزبده تاع 250 غرام، راح نعبروا بها كامل. عندكم بطاطا الزبده كيما هكا في الدار. دوك هنايا راح نحطوا السميد الرقيق كامل، السميد اللي نخدموا به المطلوع، السميد الرقيق كامل راح نحطوا ربع كيلات، ربع كيلات كيما هكذا تاع السميد، ربع بطاط هكذا تاع السميد اللي هي كيلو فوالا. ومن بعد نحطوا مغرف كبيره تاع خميره، خميره الخبز، خميره فوريه، ونحطوا مغرف ونص تاع ملح، مغرف صغيره، مغرف صغيره تاع ملح، مغرف ونص فوالا. ونخلطوا قبل هذو الناشفين. قلت لكم اللي ما خدمتش كامل البغرير راح ينجح لها من اول تجربه. دوكا هنايا البطة اللي عبرنا بها السميد راح نعبروا بها الماء، الماء تاعنا يكون دافي ماشي سخون ومشي بارد. الا كان سخون بزاف راح يفسد لك الخميره ما تخمرش، ولا كان بارد ثاني كيف كيف. هذاك اللي راح نحطوا الماء دافي، حتى لو كانت سخانه ولازم ديري الماء دافي. دوك راح نحط 3 كيلات تاع ماء، الكيلات اللي عبرنا بها، الكيله اللي عبرت بها السميد راح نعبر بها الماء، نحط 3 كيلات تاع ماء، والكيله الرابعه نخليها على جه ومن بعد كي نعجن. دوك هنا انا عندي الباتر هنا راح نخدم بالروبو هنا فوالا. تقدري تخدمي بالميكسر، تقدري تخدمي في البيت خام اللي عندها بيت خام. دوك هنا نبدا نخلطو بالروبو هنايا فوالا هكذا فوالا. دوك هنايا شغل نعجنو، دوك هنا نبداو نعجنو، نخلو هكذا ناشف ما نزيدوش الماء، ونبقاو نعجنو مده 3 دقائق. نعجنو هكذا، نبقاو نعجنو مده 3 دقائق عفوا. ومن بعد نهبطو كامل هذيك السميد اللي طلع لنا في البسينه، نهبطوه كامل باش كامل يذوب لنا السميد. نبقاو هكذا نعجنو حتى اللي يذوب لنا كامل السميد، نعجنو مده 3 دقائق. ديروا بالكم هذه الخطوه مهمه فوالا. دوك بعد ما عجناه، عجناه مليح مليح، دوك نبداو نديرو له في الماء، نديرو له في الماء حتى يولي كريمي معانا. دوكا نبداو نخلطو، حطينا هاد الكيله الرابعه دوكا والكيله الخامسه نحطو على جهه ونشوفو. دوكا هاد الكيله الرابعه اللي حطيناها ثاني نخلطوها لمده 3 دقائق حتى اللي يدخل داك الماء مليح في السميد فوالا، حتى تولي لنا كريمه فوالا هكذا. ثاني واحد 3 دقائق هكذاك. دوكا نشوفو هنا بالماء، لقيناه ثقيل نزيدو. دوكا هنا لقيناه مازال السميد تاعنا ما شربش، نزيدو له الكيله الخامسه عفوا، نزيدو له الكيله الخامسه ونبداو ثاني نخلطو بالروبو هكذا بالكيله ونروحو حتى اللي نكملو هكذا. دوك نبداو نخلطو هكذا تاني مليح مليح بالربو واحد 3 دقائق تاني هكذا. دوك هنا راح نزيد نص كيله واحده اخرى. انا هنا عندي السميد يشرب، حطيت 5 كيلات ونص تاع ماء يكون دافي فوالا. دوك صايي هنا بدا معايا كريمي خلاص. دوك هنا خلاص بدا معايا البغرير وجد. دوك نغطيه بالكيس هكذا ونخلي على جهه ونروح نوجد الطاجين تاعي، ماشي الطاجين، الرخامه تاعي. نوجد الرخامه والفرنو ونحط هذا الماء على جهه. شوفوا انا كيفاش خمر لي ثم خمر، ماشي حيطول فوالا. خليه هكذاك من با واحد 5 دقائق وعاود رجعي ليه. دوكا هنايا نعاود ثاني كيف كيف نهبط له هذيك الخميره بالروبو، بالروبو، ونبقى نهبط في، نبقى نخدم بالروبو لمده 3 دقائق ثاني. علاه؟ لخاطر كي يخمر الماء يهبط لتحت والعجين يطلع للفوق. دوك نبقاو نخلطو هكذا بالروبو، نخلطو نخلطو حتى اللي يولي لنا كريمه. انا ثم ما زدتش الماء خلاص، بعد ما خمر معايا ما زدتش الماء، لقيتو هذاك هو ما زدتش الماء، وانت لقيتيه ناشف زيدي الماء، كاين السميد يشرب. دوك قلت لكم راح نطيب على الرخامه، الرخامه هذه اللي تكون خشينه ماشي تكون رقيقه، ديري بالك. والطابونه لازم الطابونه فوالا. ونشعلو الفرنوات كاملين، شوفوا نشعلو هنا الفرنوات كاملين، والرخامه هذه اللي تكون خشينه كيما راني نوري لكم فيها دوكا، ماشي اللي تكون رقيقه. بالك تحطيه على الفايانس ولا على الرخامه رقيقه تطرطق، لازم الرخامه هذه تكون خشينه فوالا. وشوفوا الفرنوات يكونوا شاعلين كاملين فوالا. دوك هنا كيفاش نعرفوا باللي سخنت؟ اي طول باش تسخن، ما تسخنش تمتم. ونوجدوا هكذا طرشونه باش نحطوا فوالا، ونوجدوا بابي طرشون هكذا باش ندهنوا، راح ندهنوا بالبابي طرشون ماشي بالبانسو فوالا. بالنسبه للرخامه كيفاش تعرفيها باللي سخنت؟ شوفي شويه تاع ما هكذا حطيه في صباحتك ورشيه هكذا الرخامه، كي تلقاها تشنشن عرفيها باللي صاي سخنت. عاودي مسحيها بالقماش ومن بعد دهني، بديت تدهني كيما هكذا بالبابي طرشون والزيت، بابي طرشون والزيت فوالا. والخامه كي تكون جديده راهي تشرب الزيت، انت تحطي لها وهي تشرب، هذيك اللي بقيت تدهني فيها باش ما تلصقلكش.
وقبل خليها تسخن تسخن مليح مليح باش تبدا يطيبي. فوالا الا ما خليتهاش سخنه تلصق لك وما يطيبلكش. دوك عندي هنا شويه تاع زبيب. دوك هنا خلاص بعد ما سخنت لنا الرخامه نديرو هذه الخطوه. قبل كل ما نجو نرفدو الحبه نطيبوها نديرو هذه الخطوه، نخلطو قبل في الباسينه مليح مليح ومن بعد نرفدو. دوك هنا انا شفتوني اني نرفد هكذا ونلقي بالطبسي هكذا باش العجين ما يسحليش في الارض. دوك هنايا كيما راكم تشوفوني حطيت زوج مغارف كبار هنا، زوج كبشات، ومن بعد نبدا نحط في الزبيب. هانا الزبيب كيما تحبي نتيا هكذا. انا هنا عندي 10 ميل تاع زبيب اي كفاتني. دوك نقول لكم شحال خرجت لي من حبه، هذه كيلو تاع الزبيب شحال خرج لي من حبه اللي هي 4 كيلات. فوالا بالنسبه اللي ما عندهاش الكيله تاع الزبده، ما عندهاش البطاطا الزبده عفوا، تقدر تعبر بالكاس. فوالا هاي ليكم، شوفوا كيفاش بدا يخمر معانا، عفوا كيفاش بدا يثقب معانا. شوفوا شوفوا راح يخرج لك واحد البغرين ناشف وطايب، ومشي محروق، مشي 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 خضر، مشي راح يجيك واحد البغري واش نقول لك، يجي خفيف خفيف خفيف، تاكلي منه 10 ما تشبعيش. فوالا عندنا هذه دوك نحو بها، فوالا يتنحى وحده بلا ما تعيي راسك. فوالا هكذا شوفوا وحده يترفد، فوالا ما حيتحرك لك ما والو. وشنو برك الخطوه الاولى، خلي الرخامه تسخن مليح مليح، خلي الرخامه تسخن مليح مليح، من بعد كي نحو نحطوا على طرشونه هكذا. دوك نزيدو نحطوا الحبه الثانيه هكذا، نزيد نصور معكم ثانيه باش تفهموا مليح. والرخامه خليها تسخن مليح مليح، ويكونوا الفرنوات شاعلين كاملين، وتكون الطابونه ماشي فرنو صغير، لازم لك الطابونه. هلا دوك هكذا نمشو شويه برك هكذا، ما نمشوش بزاف فوالا باش ما يجيناش رقيق بزاف. فوالا دوك نبداو نحطوه في الزبيب هكذا، شوفوا كي بدا يثقب معانا. هلا نقرب لكم هكذا باش يبان لكم كيفاش يثقب. شوفوا هنا بنتي هي اللي تصور لي، ماشي مرتبه التليفون، سمحوا لي الا جاكم الفيديو يردح. شوفوا هنايا الفيديو على بالي بلي يتحرك بزاف، سمحوا لي. شوفوا هنا كيفاش يتثقب معانا، شوفوا فوالا. من يمكنش حتى تعجزي على البغرير، ماكش حتى تخافي من البغرير، اللي ما خدمتش كامل البغرير راح تخدمه. فوالا الخطوه المهمه كي تولي عندك رخامه جديده، كل ما تجي تحطي حبه دهني فوالا. وبالنسبه للرخامه من الاحسن اللي عندها صابون تاع العرب تدهن بالصابون تاع العرب احسن، دهنيها بالصابون تاع العرب خير. فوالا اللي ما عندهاش صابون تاع العرب ديري الزيت، انا ما عنديش صابون تاع العرب حطيت الزيت. فوالا هي من الاحسن الصابون تاع العرب، دهنيها بالصابون تاع العرب وخليها تشرب، ومن بعد زيدي الدهنيه وخليها تشرب، وزيدي الدهنيه حتى المره الثالثه، ومن بعد مسحي بابي طرشون، ومن بعد حطي العجين تاعك. فوالا هاي ليكم هنايا، بعد ما هنا مازال ما كملتش بصح، هنا بعد ما ستفتو هنايا دري يقلقوني حابين ياكلوا. فوالا دوك هنايا شوفوا واش عندنا باش نسكو، عندنا الزبده ذوبناها، عندنا سكر كلاص، وعندنا عسل. فوالا دوك هنا كل واحد كيفاش يحب، عندنا بابي طرشون. دوك هنا كل واحد كيفاش يحب يسكي لولادي، كاين اللي يحب الزبده والسكر، كاين اللي يحب العسل والزبده، وكاين اللي يحب العسل وحده. داك اللي خليته ما كتم خلطتهمش. شوفوا هنا شحال خفيف معنا داك البغري، شتو شحال يجي خفيف، يجي خفيف خفيف. واش نقول لك، راح تنسي كامل البغري تاع الطاجين، تولي طيب البغري غير على الرخامه برك. فوالا برك ديري بالك الرخامه لازم تكون ثقيله، ماشي الخفيفه تطرطق. فوالا وتخليها تسخن، خطوه مهمه خليها تسخن مليح مليح، انا قلتها لك شحال مره ان شاء الله تكوني فهمتيني. فوالا هنايا ما نقصت لكمش بزاف من الفيديو هكذا باش تفهموا، وما حبيتش نزرب لكم. كاين اللي قالت لي بلي راكي تزربي بزاف ما نفهموا والو، انا سمحوا لي راني نزرب في الفيديو على جالكم نتوما باش الفيديو ما يجيكمش طويل. بصح المره هذه ما زربت لكمش، خليت لكم كلش هكذا، سخت حاجه تقليديه، خليت لكم هكذا الفيديو ثقيل وطويل باش تفهموا مليح. فوالا سخت المبتدئه. دوك بعد ما سكيناه نقسمو هكذا بالموس، لازم يكون موس مليح وما تزيريش على البغرير باش ما يتعجلكش. فوالا نقسمو هكذا. هنايا الزبيب هذيك عندي هنايا 10 ميل تاع زبيب كفاتني، 10 ميل تاع زبيب كفاتني وفضلت. والكيلو تاع السميد خرج لي 20 حبه. فوالا هذوك 4 كيلات تاع السميد خرجوا لي 20 حبه، كيما راكم تشوفوا الحبه لبس بها، ماشي كبيره وماشي صغيره، متوسطه في حدها. فوالا خرجوا لي 20 حبه. بالنسبه اللي عندها عائله راح تكفيك، اللي عندها ضياف راح تكفيك، واللي عندها عائله صغيره 4 اشخاص حطي غير 2 كيلات، اللي عندها 2 اشخاص حطي كيله وحده، اللي عندها اكثر من 6 اشخاص حطي 3 كيلات ولا 4 كيلات. فوالا هاوليكم شوفوا البغري تاعنا، شوفوا ما جا لا محروق ولا حتى والو، جا بزاف خفيف، جا طايب، وجا صفر من تحت ومن فوق. فوالا يجي بزاف هايل، شاهدكم في الجنه ان شاء الله يعجبكم، ولا عجبكم ديروا اللايك، ولا جربتوا ان شاء الله ينجح لكم. فوالا ما تعجزوش،
فرحوا العائلة تاعكم، شاهدكم في الجنة، ومع السلامة.